تعالى وبركاته، سعيد جدا بأنني نستضيفكم في هذه الحلقة هذه. إن شاء الله اليوم غادي نتطرق إلى موضوع ربط حاسوبين عبر يعني عبر الكابل، لأن في الحقيقة يعني من خلال ملاحظتي للحائط الفيسبوك فمجموعة من الإخوان يطرحون هذا التساؤل، كذلك فيما يخص حلقات أنت تسأل وأنا أجيب. ولهذا فأظن أن القيام بحلقة ستكون أمر جيد وفكرة رائعة لكي تكون مرجع بالنسبة للإخوان. إذن كيفاش غادي نقول لي أننا نربط حاسوبين من دون مودم من دون روتر؟ فأول حاجة يجب أنني أشير لها أنني سبق لي وشرت إلى حلقة ربط حاسوبين عن طريق الواي فاي، شفنا هذه الأمور، شفنا مشاركة الإنترنت عبر الواي فاي، ممكن أنك ترجع إلى هذه الحلقة. في هذه الحلقة غادي نشوفها عبر الكابل. فأول حاجة خصنا نعرفه أن إلا ربطنا حاسوبين بالكابل، كابل RG يعني كابل RG غيزو، فهذا يعني في هذا الكابل هذا فما غاديش يمكن ليا أنني نطفي حاسوب معين حتى في مشاركة الإنترنت. فنفترض أن هذا الحاسوب هذا في الإنترنت وهذا الحاسوب ما فيش لهذا الإنترنت، فإذا بغيت أنني ديما هذا الحاسوب هذا يستفد من الكونيكسيون اللي في هذا الحاسوب هذا، فهذا الحاسوب هذا خصو يبقى ديما شاعر، خصو يبقى ديما شاعر. هذه نقطة. نقطة أخرى وهي أن الكابل اللي غادي نبغيو نشريو، حيت خاصنا واحد الكابل اللي غادي يربط ليا بين لاكارت غيزو، ولاكارت غيزو هي ديك البلاصة اللي كيكون فيها واحد البريز بحال ديال التليفون إلا أنه كبير شوية كبير. فهذا الكابل هذا فهاد لاكارت هادي خاصها واحد الكابل كنسميوه RG، يعني كابل RG بلغة السوق RG45 كخوازي، خصو يكون كخوازي. يعني ستمشي عند هذاك السيد غادي تقول له الله يخليك صاوب ليا واحد الكابل، غادي يسولك شحال من مترو، غادي تقول ليه شحال بغيتي من مترو على حسب شحال البيسي ديالك، ولكن خصو يكون قل من 100 مترو. الا كان اكثر من 100 مترو ما غاديش يخدم لك بين جوج حاسو يعني اونتر دو بيسي. لهذا غادي تقول ليها اودي بغيت كابل كروازي، غتصاوب ليا واحد الكابل كروازي فيه 2 مترو فيه 3 مترو وشوف الثمن ديال المترو بشحال. من بعد ملي غادي تشري هذاك الكابل اللي خصو يكون كخوازي، لان عندنا جوج دو كابل عندنا الدروا والكخوازي، فانت خصك تختار في هذه الحاله كخوازي غتجيبو معك للدار. ومن بعد ملي غتجيبو للدار غادي تتبع هذا الشرح هذا اللي غادي نقوم به دابا. فاول حاجه غادي نشد الكابل ديالي وغادي نحاول انني نربط هذا الكابل مع هذا الحاسوب، وغنشد هذا الكابل وغنربطه مع هذا الحاسوب. إذن أول شيء نذهب إلى إعدادات يعني لكارت غيزو، نذهب إلى إعدادات لكارت غيزو كما على ويندوز XP، كما على ويندوز 7 فقط ستارت ثم كنترول بانل، ثم نذهب إلى يعني كونيكسيون غيزو. إذن كونيكسيون غيزو، إذن أنا لدي الحاسوب باللغة الإنجليزية، إذن سأبحث على Network and Sharing Center ثم Change Adapter Setting، يعني on change les paramètres de la carte ou des يعني les adapters. إذن أول شيء أذهب إلى الكارت الخاصة بي. لاحظ معي أنني عندما ربطت الحاسوبين معا لا تظهر علامة في. إذا لاحظ معي إذا في الحالة اللي نقوم ب يعني débranchement الكابل فكنلقى علامة في، يعني تتعني أن راه الحاسوب ما مبرونشيش. ولكن يعني إذا كانت عندي هذا العمل يعني هذا الرمز هذا راه عندي مشكل في الكابل او لا عندي مشكل في لي زادابتور، فنحاول ان نتاكد وتا ما تكونش تتبان ليا هذه العلامه. يعني الان الحاسوبين راه هما شاعلين فقط خاصني نكونفيغوريهم. اذا الحاسوب الاول غادي نقر عليه بزر الفاره الايمن، والادابتور الاول غادي نقر عليه بزر الفاره الايمن، نمشي للبروبريتي، ومن بعد نمشي ل تي سي بي اي بي فيرسيون 4 نقر على بروبريتي، ثم نختار يوز ذا فلوين اي بي ادرس. اذا غادي نختار واحد الاي بي، اذا 192.168.1.1. اذا 1.1 علاش؟ لان يعني ممكن نختار اي اي بي ادرس، ولكن فقط باش نقول لك ان الان كنكونفيغوريو البي سي اللي فيه الانترنت. اذا الحاسوب اللي فيه الانترنت الحاسوب اللي غادي يكون هو الماستر، اذا هذا الحاسوب هذا فغادي نكونفيغوريو على هذا الشكل. اذا الحاسوب اللي فيه الانترنت هذا اللي كنكونفيغوريو دابا. اذا اول حاجه، ثاني حاجه غنمشي للساب نت ماكس. فقط انني ملي تنقر على ساب نت ماكس تعطيني واحد لا ماسك باغ ديفو، كنخليها ديفولت جيت واي، غنخليها بريفير دين سيرفر، غادي نخليها غنقر اوتوماتيكمون على اوكي كلوز، وهكا غادي نكون كونفيغوريت البي سي الاول. الان غادي نمر للبي سي الثاني.
اذا كنمروا للحاسوب الثاني. الحاسوب الثاني اللي غادي نكونفيغوريو او غادي نقوموا بالاعداد يعني باعداده على الشكل التالي. اولا نقرب دائما بزاف الفاره الايمن على بروبريتي الخاص بالكارت ريزو اللي راها مربوطه مع الحاسوب الاخر. وثانيا نقوم ب يعني نمشيو للتي سي بي اي بي فيرسون 4 بروبريتي ثم يوز ذا فلوين اي بي ادرس ثم غادي نختار 192 168 واحد. هنا غادي نختار اثنين ثم يعني كما درنا في الاول تنقرو فقط على سابنيت ماكس يعطينا واحد سابنيت ماسك بار ديفو. اذا تنمروا للديفولت جيت واي او الباسخيل فكنختاروا 192 168 11 تنحطيو الاي بي ادريس ديال البيسي الاول. هنا في الدين السيرفر ممكن انك تختار الخاص بجوجل بحال 4448 و 4 يعني تختار هنا 4444 وتختار هنا 8888 او لا تختار فقط ديال الحاسوب ديالك 192 168 11 ثم ندير يعني ديال البيسي الاول ثم اوكي. الان خاصنا نتاكدوا من الحاسوبين راهما مربوطين بشكل جيد. باش غادي نتاكد فاول حاجه غادي ندير ديماري ثم اكزيكوتي ران او لا فينيتر ار وغادي تخرج ليا هذا المواجهه الاوامر ثم تنكتب سي ام دي و كيخرج ليا السي ام دي ديالي. من بعد كندير بينغ تنكتب بينغ 192 168 11 يعني غادي نبينغي من البي سي 2 للبي سي 1 غندير اونتري. الا كيرد عليا كما كتشوفوا معايا فالحاسوب راه تكونفيغورا بشكل جيد. اذا كما تلاحظوا معايا فقدرنا اننا نربطوا جوج حواسيب وبالفعل استطاع اننا يعني الحاسوب رقم 2 كيقدر انه يتكومونيكا مع الحاسوب رقم او يربط اتصال مع الحاسوب رقم 1. كنت سعيد جدا باستضافتكم في هذه الحلقه. دمتم في امان الله.